غريبة في الشكل وليس لها نظير في العالم، قريبة للفيل لونا وحجما. شجرة الغريب في منطقة السمسرة التابعة لمديرية الشمايتين وعلى بعد 50 كيلومترا من محافظة تعز، محاذية للطريق الرئيسي الذي يصل تعز بمدينة التربة. تعد شجرة الغريب شجرة نادرة للغاية، وهي طاعنة في السن ومعمرة. الشجرة هذه عمري 2020 سنة، بقطر 32.5 متر، بارتفاع لا فوق 14 متر. تعاني لهذا المكان السياحي، تشتي علاجات للأقدية، هذه تأكله، تشتي اهتمام من السياحة، لأنه كل العالم تجي عندنا بأيام المواسم كل عشان إيش؟ عشان الشجرة هذه. يتوافد إليها أبناء المناطق المجاورة، يقضون فيها بعضا من الوقت، خاصة في أيام العطل والأعياد والمناسبات. أجينا إحنا وصرتنا هناك مشي في الأشجار والشجرة الغريبة هذه، وجينا هنا نتنفه بالعيد بالعطلة، يعني بمكان هدوء، مكان يعني في الأشجار الجميلة، ولا هذه شجرة الغريب، وفيها الحاجات يعني غريبة. الحمد لله، يعني الناس يتواجدون بأيام الأعياد والعطل والجمع، يعني هذه منتجع مثل ما تقول منتجع سياحي لهم، تمام، والعوائل والأطفال فرحتهم بالحديقة مثلا، يقول هنا يترفهوا على أنفسهم مع الحرب والضيق والغلل الأسعار، يقول هنا عندنا بالشجرة. يرى الكثير بضرورة الاهتمام بهذه الشجرة من قبل السلطة المحلية بالمديرية، كونها تمثل منتجعا سياحيا يتطلب الحفاظ عليه. على مدى آلاف السنين تتواجد شجرة الغريب، والتي تعد إحدى الواجهات السياحية هنا في محافظة تعز، حيث يصلها الكثيرون خاصة أيام الأعياد. أحمد مكيبر، أنا تسهيل، لبرنامج عيدكم يمن.